السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم في موضوعنا اليوم، وهو موضوع شيق وموضوع الساعة. كان الناس راهي ديجا بدات الكوبلاج وخرجوا لهم البيض، وكاين اللي راهم فقصوا لهم. نحكي ولا جماعة الكناري المقنين، ربي يعلم. ليسونسيال اليوم موضوعنا هو لافيش ديلفاج، ولا البطاقة التقنية لمتابعة الطيور. عندنا لافيش دالفاج نيميرو، نعطيوها رقم، وهذا ليلفور المربي، اسم تاع المربي، العام لاني 2019 ولا 2019، وهذو لي كوفي. عندنا الكوبل الاول، الكوبل الثاني، الكوبل الثالث. مثلا عندنا ثلاثة تاع لي كوبل ولا ثلاث ازواج. المعلومات اللي تكون هنا متوفرة لنا ولا ندونوها احنا، اولا النيميرو تاع لاكاج، يعني كل قفص نعطيو له رقم، ومن بعد لاباغ نيميرو تاع الذكر، يعني الخاتم، رقم الخاتم تاع الذكر، العام اللي زاد فيه الذكر، ولا راس تاعو، يعني واش من نوع هذا الذكر. الا رانا نهضروا على حسون، نكتبوا بارفا، سا ديبون واش من حسون. الا الحسون بارفا ولا الميوتاسيون، ولا نكتبوا لا راس تاعو. الحاجه الثانيه هي وقتاش راح يتزوجوا ولا وقتاش تزوجوا، اكوبلي لو. عندنا رقم الخاتم تاع الانثى، لا باغ نيميرو تاع لا فيمال، والعام اللي زادت فيه. عندنا لا راس تاعها، كيف نحطوا لا راس تاعها. الى محسون نكتبوا حسون باربا، ولا ميوتاسيون واش من ميوتاسيون، اغات ولا اوبال ولا كيما جات. والى نهضروا على الكناري كيف عندنا ذكر موزايك مثلا مع انثى اغات، وندونوا المعلومات هذه، الكوبل الاول، الكوبل الثاني، الكوبل الثالث، يعني الزوج الاول، الزوج الثاني، الزوج الثالث. ندخلوا للديتاي تاعهم. عندنا هنا بالنسبه للكوبل الاول عنده ثلاث اعشاش، يعني في الحالات العاديه الطبيعيه كل زوج يعطينا ثلاث اعشاش. هنا باش ما ندخلوش في الجشع والطمع وحب المال والانانيه، كاين ناس يتكوبلي حتى لثمانيه تسع اعشاش، سما لا فمال هذيك يهريها ما يخلي فيها والو، المال كيف ومن بعد يزيدوا يبيعوهم، اون بلوس يزيد يبيعهم، يطيبهم مليح ويعاود يزيد يبيعهم العام الجاي. المهم قلنا كل كوبل يعطينا ثلاث اعشاش، في كل عش من المفروض ست بيضات، هذا في الحالات العاديه. يعني كي يعطيونا ربع بيضات رانا هايلين. البيضه الاولى بوندي لو، هنا لا دات، نحطوا تاريخ نتاع وضع البيضه الاولى، البيضه الثانيه، الثالثه، الرابعه، كيف كل وين تحط بيضه نحطوا لها تاريخ تاعها. هنا بدايه الحضن، كاين الناس اللي ما تستعملش البيض البلاستيكي، تسمى الانثى تحضن سا ديبون بعد البيضه الثانيه ولا الثالثه، تسمى لي دات راح يكونوا مختلفين. اما اذا استعملنا البيض البلاستيكي، كل ما تحط بيضه حقيقيه ننزعوها ونحطها في بلاصتها واحده بلاستيكيه، كي تكمل البيض تاعها كامل الخامسه ولا السادسه، نرجعوا لها البيض الحقيقي وننزعوا البلاستيكي. وكيفاش نعرفوا باللي الانثى حطت البيضه الاخيره باللي ما راحش تزيد؟ هي ان البيضه الاخرى تكون يكون بينها وبين البيض اللي قبلها فرق كبير من ناحيه اللون، يعني يكون اللون تاعها باهت ازرق سماوي، وما يكونش فيها نقاط البنيه والحمراء. هكذا نعرفوا باللي الانثى تاعنا ماشي راح تزيد تولد. ومن بعد عندنا تاريخ الحضن، قلنا نحطوا تاريخ الحضن. ليكلوزيون يعني وقتاش الفقس، كل بيضه وقتاش فقست. الا استعملنا البيض البلاستيكي يحب يقول البيض راح يتفقس في نهار واحد ولا كاين ديكالاج تاع يوم برك، والا ما استعملناش البيض البلاستيكي تسمى كل يوم راح تفقس لنا وحده. نكتبوا التواريخ تاعهم، احنا هنا رانا نهضروا على لي دات. هنا الباجاج يعني وقتاش وضعنا الخواتم تاع الفراخ، من المفروض نوضعوا الخاتم في اليوم السادس بعد الفقس. الى قلنا نرجعوا توجور، الى استعملنا البيض البلاستيكي في بلاصه البيض الحقيقي تسمى راح نباقيهم في نهار واحد كامل، واذا ما استعملناهش تسمى كل 6 ايام راح نباقيو واحد، بعد 6 ايام باقيو هذا، بعد 7 ايام باقيو هذا، وهي رايحه، تسمى كاين ديكالاج نهار بيناتهم. هذا تاريخ الخروج من العش، لا سورتي دو ني، وقتاش خرج الفرخه الاول، الزوج الثالث، ويا نحطوا لي دات تاعهم. وهنايا لو سيرفاج يعني حب يقول الفطم، وكتاش فطمناهم من عند الابوين تاعهم. هنا لي باغ، الرقم تاع الخواتم تاع كل فرخ،
ولو سكس يعني ذكر او انثى، نحطه هنا يا ذكر او انثى، ليكون باش نفرقوا بين الذكر والانثى من ناحيه الرقم تاع الخاتم. علاش؟ خطر اخرى كي يجيو نديروا الكروازمو بين الفراخ ما نخطئوش ونديروا الغلطه اللي يديروها بعض المربين، انه يكوبلي الخواء بين بعضها من الاب والام، نفس الاخوه بين الاب والام يكوبلوهم بعضهم، بعد يصير لهم مشاكل، الفراخ تموت داخل البيض، ولا يكون البيض غير ملقح، ولا تموت 3 ايام بعد الخروج من البيض، ولا تعيش معوقه ومشوهه والمناعه تاعها ناقصه بزاف وما تطورش وتموت، يعني باش نيفيتيو المشكل تاع الاخوه. هذه هي خوتي، وفي العاده في الطبيعي 3 اعشاش كما راه نشوفوا، كل كوبل يعطينا 3 اعشاش، والقناعه كنز لا يفنى، يعني الواحد يرضى بالقليل والحمد لله. هذه لافيش بالمناسبه، هذه لافيش بعثها لي خويا حسين تاع باري، هو يخدم بها، ويلا راكم تشوفوا لي كناري اللي بعثهم لنا من باري، هذوك تاع لي كناري ايزابيل دوري وايزابيل اجونتي، بعثهم لنا بهم بلي فيش تاعهم، يعني لي رونسينيمون تاع الزواوش كامل عندنا. هاد لي فيش، هاد لافيش نمبريميوها فارغه كيما هكا، ونخدموا كتاب صغير فيه 10 ولا 20 صفحه باش نكفوا نعمروا. هذه هي خوتي، ان شاء الله نكون خفيف ظريف عليكم وما طولتش عليكم، ولافيش هذه دوك نحطها ثاني مع الفيديو، اللي حبي يستعملها يخدم وحده كيفها، يعني تهمه جدا، والناس المربين الكبار يخدموا بلي فيش هذا. وعلاش؟ كل وين يبيعوا الطيور تاعهم لافيش تبعهم، هذا هو الاستوريك تاع الزوج، هذا هو الاستوريك، تعرف شكون باباه شكون يماه، نيمرو تاع لاباك تاعو، وكتاش زاد، فيها لي دوني كامل، فيها المعلومات كامل. هكذا خاوتي، وان شاء الله نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.